بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه الآية الكريمة جاءت ضمن آيات الصيام، فيها تخفيف من الله جل وعلا لعباده، نزلت الرخصة والحل والقرب من الأكل والشرب والجماع وقضاء جميع الحوائج والشهوات المباحة إلى طلوع الفجر. تلك نعمة عظيمة من الله جل وعلا، وإلا فقد كان الصيام فيه مشقة بالغة، لكن الله جل وعلا تولى التخفيف عن هذه الأمة فأباح لها ما لم يبح لغيرها. كان الأول ما فرض الله الصيام أن المرأة إذا صلى العشاء حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى الليلة المقبلة، فإن نام قبل هذا فقد حرم عليه ذلك، حرم عليه ذلك بعد النوم لو نام بعد أذان المغرب بخمس أو عشر دقائق لحرم عليه الأكل والشرب وسائر المفطرات، فكان في هذا مشقة على العباد، لكن الله جل وعلا خفف عن هذه الأمة هذا التخفيف الميسر السهل. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، تاب عما مضى منكم من تقصير، وعفى عنكم في المستقبل عن كل تجاوز من ذلك. وتلك نعمة عظيمة ميز الله بها هذه الأمة على سائر الأمم.
فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم. حصل من هذا أمور كثيرة، من ذلك أن قيس بن صرمة رضي الله عنه كان يعمل في حقله في أرض له، فجاء إلى أهله قبيل المغرب وكان صائما، فقال لامرأته: هل عندك من شيء للفطور؟ قالت: لا، ولكن أذهب ألتمس. ما عندها ما يفطر الصائم رضي الله عنهم وأرضاهم، فذهبت رضي الله عنها تلتمس له الأكل ليفطر به، فاتكأ ونام. فلما جاءت إليه معها الأكل وجدته نائما، قالت: يا خيبة لك، نمت؟ نام بدون اختياره رضي الله عنه، مرهق ومتعب، يشتغل طول النهار وجاء صائما، فاتكأ ونام. فأذن المغرب وهو نائم، واستمر على صيامه إلى من الغد، فغشي عليه ضحى. بالأمس يشتغل طول النهار، والليل ما ذاق طعاما، والصباح بطنه خالي، فغشي عليه، ما استطاع أن يتقدم ولا يتأخر. الله أكبر. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاله، وجاءه عمر رضي الله عنه. بعض الروايات تقول إنه سمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى امرأته أرادها فقالت: إني نمت. ومعلوم عندهم أن من نام بعد المغرب فلا يحل له أن يقرب امرأته. قال: لا، ما نمتي، كذبت علي، تعللين بهذا. وهو جازم رضي الله عنه، فاندفع وقضى وطره منها، لكن قبل أن ينزع ندم وتأسف أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه، الذي ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر، يخاف من عمر في الطريق الشيطان. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أقوى أمتي في دين الله عمر رضي الله عنه، هو الذي فرق الله به بين الحق والباطل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما كنا نستطيع أن نصلي في المسجد الحرام إلا بعد إسلام عمر. الصحابة رضي الله عنهم، فقراء الصحابة، هم الذين بادروا بالإسلام وأسلموا، ولم يكن معهم من الأقوياء لا شدة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يدافع عنه أبو طالب، عمه أبو طالب يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يدافع عنه عصبته وأقاربه، والبقية فقراء المسلمين رضي الله عنهم. فكانوا ما يستطيعون أن يخرجوا ويذكروا الله في المسجد الحرام ويصلوا،
النبي عليه الصلاة والسلام لما وجده يصلي في المسجد أتوا بسل الجزور وضعوه على ظهره عليه الصلاة والسلام، وصبر واحتسب في ذات الله وأطال السجود والركوع حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأزالته عن ظهره فقام عليه الصلاة والسلام، والصحابة حوله ما يستطيع أحد منهم أن يقرب منه. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، يقول: ما كنا نستطيع الوصول إلى المسجد الحرام إلا بعد إسلام عمر رضي الله عنه. ذهب بالصحابة إلى المسجد وصلوا جماعة وعمر يحرسهم، ما أحد يقرب منهم وعمر حولهم رضي الله عنه. فندم رضي الله عنه على ما فعل، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ذلك يا عمر منك؟ معروف عنه رضي الله عنه التمسك بالحق، الإنسان الأغلب تشاوته والله يسر عليه، يقع على الحرام، يقع على شيء ما يدري عنه. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة بعد آيات الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هو الجماع، الله جل وعلا حيي كريم يستحيي من بعض الألفاظ أن يذكرها، فعبر بالرفث عن الجماع. ليلة الصيام الليل إلى طلوع الفجر، أحل للمسلم أن يجامع زوجته ليلة الصيام إلى طلوع الفجر، فأخذ من هذا أن المرأة قد يصبح صائما ويطلع عليه الفجر وهو جنب، فكيف يصوم؟ نعم يصوم، لأن الله جل وعلا أحل للمسلم الرفث حتى طلوع الفجر. ومن المعلوم أن المرأة قد إذا جامع يحتاج إلى اغتسال، والاغتسال يكون بعد طلوع الفجر، فلا يؤثر على الصيام سواء كان الصيام فرضا أو نفلا. قال بعضهم: النفل لا بأس، والفرض يجب عليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر. ووردوا في هذا حديث لا يعتمد عليه، فالصحيح أنه يسوغ للمرء أن يصوم وإن كان جنبا ثم يغتسل بعد ذلك. كذلك المسلم قد ينام بعد الفجر ويحتلم، أو ينام بعد الظهر ويحتلم وهو صائم، فهل الاحتلام يؤثر على صيامه؟ لا، أبدا ما يؤثر. لما؟ لأنه ليس باختياره ذلك. جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنني يدركني الفجر وأنا جنب، أفأصوم؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وأنا يدركني الفجر وأنا جنب فأصوم. وتقول عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب فيصوم. ولما قال للصحابي وأنا يدركني الفجر وأنا جنب، قال له عليه رضي الله عنه: لست يا رسول الله مثلنا، إنك غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: إني لأرجو الله أن يكون أتقاكم لله، فهو أتقى عباد الله لله سبحانه وتعالى، وهو أبعد عن الشيء الذي لا يجوز، أبعد من غيره عليه الصلاة والسلام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الرجل بمثابة اللباس للمرأة، يعني يسترها، والمرأة بمثابة اللباس للرجل. فإذا ضم الرجل امرأته إلى نفسه سترها وستر نفسه بضمها إليه. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كل واحد منهما ستر للآخر عن أن يطلع عليه. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، علم الله جل وعلا ذلك، أنكم تختانون تخونون أنفسكم، تؤذون أنفسكم وتتعبون أنفسكم. وقد لا يملك المرء نفسه إذا تحركت شهوته وعنده زوجته وهو شاب قوي إلا بمعونة الله جل وعلا. فحصل هذا الفعل من عدد من الصحابة رضي الله عنهم، لكن بعضهم استتر بستر الله ولم يبلغ عن نفسه. أما عمر رضي الله عنه فهو خاف على نفسه فبلغ عن نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان هذا خطأ ولا يجوز فيجتنبه مطلقا، وإن كان يحتاج إلى تكفير أو تطهير أو عقوبة أو شيء ما يأخذه في الدنيا خير له من أن يأخذه في الدار الآخرة. عمر رضي الله عنه كان يخاف على نفسه النفاق شديد الخوف، يسأل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كان أمير المؤمنين، قال: أسألك يا حذيفة بحقي عليك أن تخبرني، أرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عني إني منافق؟ يخاف على نفسه النفاق رضي الله عنه. قال حذيفة رضي الله عنه: لا ولا أزكي بعدك أحدا، خشي رضي الله عنه أن يتتابع الصحابة يسألونه: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ لا ولا أزكي بعدك أحدا رضي الله عنه، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض المنافقين، وذلك والله أعلم لتتبع أحوالهم وليعرف مداخلهم ومخارجهم وأسفارهم حتى يحذرهم ويحذر منهم رضي الله عنه. لأن من المنافقين من يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرج معه للحج
ويخرج معه للجهاد في سبيل الله وهو منافق في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. فكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون على أنفسهم، وهكذا ينبغي للمسلم أن يخاف على نفسه النفاق. فالمسلم المؤمن يخاف من ذنوبه خوفاً شديداً، حتى إنه يتوقع أنها لو كانت جبل لسقط عليه وأهلكه. وأما المنافق حقاً والعياذ بالله فهو لا يرى النفاق بأس، ويرى أن نفاقه وذنوبه هذه بمثابة ذباب وقع على أنفه فقال بيدها كذا وذهب، وهي مهلكة. فلا يخاف النفاق على نفسه إلا مؤمن، ولا يحذر المعاصي إلا المؤمن. أما الفاسق فهو لا يبالي كثرت معاصيه أو قلت، لأنه لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالحساب ولا بالعذاب. فعلينا أيها الإخوة أن نخاف من الذنوب ولا نستسهلها. فبعض الناس يقول هذا سهل، قيل له اتق الله لا تفعل كذا، قال هذا سهل. كثير من الناس واقعين فيما هو أعظم من هذا، كونهم وقعوا فيها ولم يقعوا لا يضيرك أنت، إنما عليك نفسك. فالمؤمن لا يستسهل المعصية وإن قلت. إذا قيل وصل في المسجد قالت صلاة في المسجد سنة وهي فرض واجب، والناس كثير منهم يترك الصلاة، أنا ما هو بلازم أصلي في المسجد. نقول صلاة المسجد واجبة على الأعيان، والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، وقال صلى الله عليه وسلم لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت، حرقت عليهم بالنار. بعض الإخوة هداهم الله يكون جار المسجد وبيته قريب ويتعاجز عن الذهاب للصلاة في السجادة في المجلس ويصلي وخلاص، هذا لقد لا يكفيه، وقد يبتلى بسوء الخاتمة والعياذ بالله. إذا تهاون بالواجب قد يبتلى بسوء الخاتمة، وسوء الخاتمة والعياذ بالله مهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من المعاصي، وأنها شبهها بنار اجتمع لها حطب عود مع عود مع عود فصارت نارا عظيمة. ولا يتساهل المسلم بالمعصية وإن قلت. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، لطف بكم وعفى عنكم عما مضى، وذلك فضل عظيم على هذه الأمة. فالآن باشروهن، الآن باشروهن، باشروا أزواجكم وناموا معهن في الفراش، واتقوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ما كتب الله لكم ما هو؟ قيل الولد. فالمسلم عند أي جماع يجامع زوجته يستشعر أنه يبحث عن الولد الصالح إن شاء الله، ولذا يشرع له كلما أتى زوجته أن يقول بسم الله
أول بذرة للولد التسمية. بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بهذا يغرس هذه النطفة فتثمر بإذن الله ولدا صالحا. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، سلم منه بإذن الله. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الولد الصالح ابتغ واحرص عليه، أو ابتغ ما حل الله لك الحلال، استعمله مجتهدا مثابا على فعله، كما قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني جماع الرجل لزوجته صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا شيء فضيل عظيم. قال: أرأيتم يمثل لهم صلى الله عليه وسلم ويوضح لهم ويتبسط معهم في الإجابة، أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم، هذا وزر عظيم. الزنا والعياذ بالله حده الرجم إن كان محصنا. قال: فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فالمسلم يأكل ويقول بسم الله ويؤجر على أكله، يشرب ويقول بسم الله ويؤجر على شربه. ابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكلوا واشربوا كل الليل مجال للأكل والشرب. كلوا واشربوا حتى، غاية محددها الله جل وعلا بقوله: حتى يتبين، يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر إلا بعد فترة. فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يضع حذر وسادته خيطين، عقالين، عقال أبيض وعقال أسود، فإذا تبين هذا من هذا امتنع عن الأكل. ومن ضمنهم عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي هرب لما سمع بخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، متوجهة إلى حائل، إلى جبل طي. خيل الرسول صلى الله عليه وسلم توجهت إلى طي فهرب، وهو تنصر نصراني، هرب من الخيل، وأسرت الخيل أخته بنت حاتم الطائي، وذهبت بها للمدينة، فوقفت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ذهب الولد وليس بي قدرة للخدمة، وقيمي هرب، فمن علي من الله عليك بالتوفيق. قال: من قيمك؟ من أخوك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي هرب من خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم بلا شيء، وذهبت إليه، وهو هرب إلى الشام من حائل، ذهب للشام
فذهبت إليه ووبخته وتكلمت عليه وقالت: تفر من أكرم خلق الله، ضع يدك في يده ولن تندم. أبوك ما كان يفعل شيئا من هذا، ما كان يهرب من العمل الصالح. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أبوك مسلم لترحمنا عليه، في خصال طيبة، الكرم أكرم من حاتم الطائي. فلامته وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده في يده وبايعه رضي الله عنه، وهو ذكي جيد. وضع خيطين عقالين تحت وسادته، إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود صام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لعريض الوسادة، إنك لعريض الوسادة. هذه لها معان كثيرة، وفي رواية عريض القفا. قال بعض المفسرين لهذا الحديث عريض القفا وعريض الوسادة، يعني وسادتك وشي، هذه الوسادة التي تكون تحت الليل والنهار، يكون حدرها الخيط الأبيض، خيط الليل وخيط النهار. ما هي هذه الوسادة؟ يعني لتسع، لأن يكون تحتها الخيطان. وبعضهم يقول إنك مقفل، كيف تكون؟ ولكن هذا بعيد والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسب الصحابة ولا يتكلم عليهم، وهذا وجيه من وجهاء العرب، سيد من سادات القوم رضي الله عنه، وذهب يدعو إلى الإسلام، وذهب يستلم صدقات القوم ويأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعد أن يوبخه النبي صلى الله عليه وسلم بأنك مغفل. لا، وإنما عريض القفا وعريض الوسادة، يعني إذا كانت وسادتك تسع لليل والنهار، وش تكون من هنا إلى وين؟ المشرق إلى المغرب. ذاك بياض النهار وسواد الليل، ونزلت من الفجر بعد هذا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى الغروب، إلى ما تغرب الشمس. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. ثم أتموا الصيام إلى الليل، والليل أوله غروب الشمس، خلافا لما يفعله بعض المبتدعة، ما يفطرون حتى تشتبك النجوم، وهذا وقت إفطار اليهود والنصارى. وأما المسلم فهو يفطر إذا غربت الشمس، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. تتم صيامك إذا صمت في اليوم إلى الغروب، وإذا غربت فقد أفطر الصائم. يؤخذ من هذا أنه لا ينبغي للإنسان أن يواصل الصيام، وقد ألح الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يزيدهم في الصيام، يواصل بهم. قال: رفقا بحالكم، رأفة بكم، لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل أنت، لأنه كان يواصل عليه الصلاة والسلام اليومين وأكثر بلا أكل. قال: إني لست كهيئاتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فهل هذا الإطعام الذي يطعمه الله جل وعلا حسي
أو معنوي؟ قال العلماء لا، هذا معنوي، لو كان حسي ما كان صائم، لكن يجيه بادي فيها طعام فيها أكل فيها شرب فيها شربة فيها شيء ما كان صائم. قال له هذا معنوي بمناجاته لربه جل وعلا وخضوع بين يديه وسؤاله وإقباله على الله ينسيه الأكل والشرب ولا يجعله يجوع، ما يجوع عليه الصلاة والسلام، لأن علاقته بربه تؤنسه وتفرحه ويسر بذلك. وأما مواصلة غيره فقد نهاه صلى الله عليه وسلم وقال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر لا يزيد، يعني الوصال ألا يفطر، يواصل الصيام بالنهار والليل حتى السحر، فيقوم يتسحر يفطر ويتسحر جميع. فألحوا عليه رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أنا بمثلك، فواصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال وقال لو لم نرى الهلال لواصلت بكم حتى تطيب خواطركم رضي الله عليه الصلاة والسلام، وخشي أن يفرض عليهم الوصال عليه الصلاة والسلام. أما لما مات عليه الصلاة والسلام وأتم الله التشريع فقد واصل بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما نقل عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يواصل سبعة أيام، سبعة أيام لا يأكل ولا يشرب، فإذا حان وقت إفطاره رضي الله عنه يشرب الزيت الدهن يعني والصبر، يفتق الأمعاء ولا أمعاه متلصقة رضي الله عنه، كان يواصل سبعة أيام فإذا أفطر شرب الزيت والصبر حتى يتفتق أمعاؤه وتقبل الطعام رضي الله عنه، كان عابد رضي الله عنه. فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فإلى السحر جائز لكنه ما ينبغي أن يفعله الإنسان. أحب إلي عبادي أعجلهم فطرا، كلما كان المرء عجلا في فطوره فهو أفضل، كما جاء أحد التابعين رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها قال يا أمه عندنا اثنان وكلهم يرجو الخير، أحدهم إذا غربت الشمس أفطر وقام للصلاة، والآخر إذا غربت الشمس أفطر وتعشى عشاء كامل ثم قام إلى الصلاة، أيهم أقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت رضي الله عنه الذي يفطر ويقوم للصلاة أقرب للسنة ممن يفطر ويتعشى ويتأخر في الصلاة ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف سنة مؤكدة، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف الصحابة واعتكفت نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده ومعه رضي الله عنهن. والاعتكاف يكون بعد الصوم ومع الصوم، ولهذا يذكره الفقهاء رحمه الله باب الاعتكاف بعد صيام رمضان مباشرة. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، والاعتكاف لزوم مسجد تقام فيه الجماعة تقربا إلى الله جل وعلا، ولا يجوز الاعتكاف في البيت، لأنه إذا اعتكف في البيت ترك الجماعة،
وإنما الاعتكاف يكون في المسجد، فإذا اعتكف فلا يجوز له أن يقرب زوجته لا ليلا ولا نهارا، ولا يستمتع منها بشيء، لا بقبلة ولا بمس ولا بضم ولا بجماع ولا غيرها. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمعتكف يلزم المسجد الطاعة والعبادة وذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن، ويحسن به أن يجلس وحده، خلافا لما يفعله بعض الإخوة هداهم الله، تجددهم يعتكفون بالسواليف والاجتماعات والسهرات فيما بينهم، هذا ما هو اعتكاف. مطلوب بالمسلم أن يعتكف، يعني يخلو بالله تبارك وتعالى. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوضع له الحصير لأجل يسر عن الناس، فكان يعبد الله جل وعلا داخل ذلك، وربما تزوره بعض نسائه ما في حرج للزيارة، أو أهله أو بعض إخوانه يزور زيارة خفيفة، لكن يتخذ الوقت كله زيارات وذهاب من هذا إلى هذا ومن هذا المكان إلى هذا المكان، لا، هذا ما يسمى اعتكاف. اعتكاف لزوم مكان بطاعة الله جل وعلا. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف يجوز بالصوم ويجوز بلا صوم في غير رمضان. وعمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام أو في المدينة. نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، ولا تنسنا يا أخي من دعائك. يقول: بشرني، طلب مني أن أدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ميزة وفضل عظيم لعمر رضي الله عنه أن يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله، هذه حدود الله، لا تقربها، لا تقربها. من رتع حول الحما يوشك أن يرتع فيه، أجعل الله الحما للمحارم. منع جل وعلا كلام الرجل مع المرأة الأجنبية وخلوته بها، لأنه مظنة أن يقع منهما شيء محرم، فمنع ذلك خوفا من الوقوع في الحرام. أما زيارة المعتكف فهي جائزة. قد صفية رضي الله عنها كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، تأتيه بالليل وتحدثه، تجلس معه قليل، ثم يذهب معها ليقلبها، يوصلها إلى بيتها، تطلع من المسجد فيمشي معها عليه الصلاة والسلام حتى يوصلها إلى دارها وتأمن. في مرة من المرات قابل اثنين من الأنصار رضي الله عنهم وهي معه صفية، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المرأة استحيا وخنس أو تأخر أو اختفيا، فقال له عليهم الصلاة والسلام لهما: لا ما لكم كذا، إنها صفية بنت حيي، يعني ما في شيء، هذه زوجتي أنا أمشي معه. قالوا: يا سبحان الله، يا رسول الله، أو يقع فيك شك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فأخشى أن يقذف في أنفسكما شرا فيهلكان. لو وقع في نفس هذين الصحابيين شيء من الشك أو الريب أو كذا من هذا هلكا، لأنه يسوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وهو الصادق المصدوق المنزه من كل دنس أو معصية أو إثم عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للمسلم إذا وجد معه امرأة كاشفة أو كي من هذا ويقول هذه أختي، هذه عمتي، هذه خالتي، هذه زوجتي، ما يسكت، يضع فيها السوء. رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، فأنت مدعو لك إذا بينت لهم ذلك حتى لا يقع فيكم شك نحوك. إنها صفية بنت حيي، صفية هذه التي اليهودية رضي الله عنها جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن أمهات المؤمنين يعيرنني، يقولون لي أنت يهودية. قال قولي لهم أبي هارون وعمي موسى، من منكم يحضر لي مثلهم؟ من منكم يجيب لي مثلهم؟ أبوي وعمي خيار الخلق رضي الله عنهم وأرضاهم عليهم الصلاة والسلام. أبو علي الصلاة والسلام أخبرها أن أباها هارون وعمها موسى عليهم الصلاة والسلام، وإن كانت يهودية رضي الله عنها. وليل الدخول عليها عليه الصلاة والسلام سمع صوت سلاح عند الباب، فقال من هذا؟ قال أبو أيوب. قال ما شأنك؟ قال يا رسول الله قلت في نفسي هذه شابة صغيرة ويهودية، وقتل أبوها وأخوها وزوجها وكلهم قتلوا، أخشى عليك منها يا رسول الله. قال لا تخاف أبد، هي مطمئنة إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحب الرسول حبا شديدا رضي الله عنها. قالت يا رسول الله في حالة مرضه ووجعه، يا رسول الله والله إني أحب ما فيك من الألم بي. فتناظر أمهات المؤمنين تضارضن نقدا عليها، فقال إنها والله صادقة رضي الله عنها، واستبشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرحت به. وكانت رأت رؤيا قبل وهي عروس مع ابن عمها، رأت رؤيا أن قمرا سقط في حجرها، فقصت القصة لابن عمها زوجها، فلطمها لطمة شديدة حتى سار الدم من جبينها. قال تمنينا ملك العرب، ما هم ملك عليه الصلاة والسلام ورسول، تمنينا ملك العرب. وفعلا حقق الله لها ذلك رضي الله عنها، كانت أما للمؤمنين كلهم رضي الله عنها وأرضاها. فأقول إن الإنسان إذا صار في مكان يخشى من حوله تهمة أو شيء أن يقول كذا وكذا، أن يبين هذا، مداراة الناس والأخذ بالوعد عن التهمة والريب زين، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إذا تبينت الآيات وتبينت النذر والخوف واتقى المسلم ربه، فإنه حينئذ ترسخ التقوى عنده ويطمئن ويكون عمله صالح كله بإذن الله. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، وأن يوفقنا للظفر بصيام رمضان وقيامه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.